عمار فلاح من سيدي بوزيد، كيف وكيف عدد كبير من صغار الفلاحين في الجهة يعاني بعض الصعوبات في تطوير نشاطه الفلاحي. عدد الفلاحين في سيدي بوزيد قرابة 37,000 فلاح، 63% منهم يصنفوا ضمن صغار الفلاحين اللي يعانوا ضعف المنح والدعم وغياب التكوين والإرشاد. والله صغار الفلاحين يشكوا بالكثير من النقائص. أول حاجة هو الدعم. الفلاح الصغير ما مر عليه حتى واحد به ينتج منتوج. الفلاح الصغير تاكلوا الوسطاء. احنا اليوم ننتج مثلا طماطم نبيع فيها ب 150 ملي، تمشي للسوق انت تلقى يجي الوسطاء ياخذوها مني ب 150 ملي ويختار لي الا السلعه الباهيه. العامل يخدم لي ب 15 دينار، المراه تخدم ب 15 دينار في 5 سوايع ولا 4 سوايع. نجي نبيعها يجيني وسيط وخذها مني ب 200 ملي ونمشي للمارشي نلقاها ب 1800. اختار عمار المشاركه في دوره تكوينيه تنظمها وكاله الارشاد والتكوين الفلاحي ال 25 فلاح من سيدي بوزيد بهدف الاحاطه بمشاغلهم. والله انا جيت هنا نبحث باش نلقى كيفاش نطور مشروعي وكيفاش نلقى حلول للمشاكل هذه، لكن ندور 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 ندور. صحيح ثم طرق علميه قاعدين نشوف فيها، وخاصه من الجمعيه الالمانيه هذه ومن الاساتذه المكونين هذا بارك الله فيهم، لكن بصدق الدور 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 تلقى ديما الامكانيات معناها ضعيفه. الفلاح اللي جبناهم يستحقوا انهم يتكونوا لانهم عندهم الارض وعندهم الفكره والكل، اما باش يبدوا الطريقه والدراسه اللي باش يعملوا بها يعني المشروع نتاعهم والكل تغيب عليهم الفكره، فلذا جبناهم للتكوين. يتم تنظيم يوم 3 أيام تكوينيه لفائده صغار الفلاحي الجهه في اختصاص بيس دو بيس، ربما الفلاح ما يعرفهاش، اللي هي معناها تكوين الفلاح المستثمر. هذه تهم صغار الفلاحين. الدورة التكوينية من أهدافها أيضا مساعدة الفلاح على إعداد خطة عمل واختيار السوق لبيع منتوجاته. الهدف من التكوين هذايا هو أنه الفلاح يتعلم يحلل الانفيرونمون نتاعو باش نجم يوصل ليحقق الأهداف نتاعو وحتى الأحلام نتاعو بطريقة ملموسة، خاطر في آخر التكوين هذايا يوصل عنده مخطط أعمال، والأعمال هذه هو الوحيد اللي نجم يطبقها. الحصص التطبيقية مع الفلاحين تمتد ل3 أيام بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، وتختتم بإعداد خطة عمل يقدمها الفلاح لنشاطه المستقبلي.